خلونا نشوف وياكم مشاهدي الكرام جزء من ما قدمته لنا الجمعية في هذا التقرير وراجعين لكم. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة. اغتنم البر في أحب البقاع إلى الله في طيبة الطيبة. تعد جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة من أقدم الجمعيات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنشئت في شهر رجب من عام 1379 للهجرة، وتعتبر الجمعية حلقة الوصل بين المحسنين الداعمين والمحتاجين في نطاق عملها داخل المدينة المنورة، وتهدف إلى رعاية المحتاجين من الأرامل والأيتام والفقراء والمطلقات وتأهيلهم والوصول بهم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لديهم، وذلك من خلال البرامج والمشاريع المتنوعة حاملين رسالة خالدة هدفها بناء مجتمع حيوي، وذلك بإكرام محتاجه وتنمية أفراده وتمكين فريقه حتى تحولت الأيادي إلى عطاء.